طبعا هاي وضعية الناس، دائرة التعويضات هاي مثل ما تشاهدون، هاي وضعية الناس، هاي وضعية العالم. طبعا مناشدة لرئيس الوزراء، خلينا نشوف هذا الفيديو حتى نشوف وضع هالعالم هاي التعبانة الواقفة من الخمس الصبح. هاك شوف ناس كبار عجزين، الى متى هاي الوضعيه؟ شو وقت الناس تستقر وترتاح؟ نطالب رئيس الوزراء والجهات المعنيه، داره التعويضات، خلي يشوفون وضعيتهم. هاي النساء وزلم، هاي وضعيتهم.